السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين في مدينة تيبازا. رانا في اليوم 16 ماي 2021، وراهي الساعة حوالي منتصف النهار. حبيت نتكلم على المركبات السياحية في الجهة الغربية لمدينة الجزائر، يعني على المركبات السياحية المتواجدة في من سطاوالي إلى زيرالدا إلى تيبازا. وناخذ كمثال المركب السياحي اللي رانا رايحين نزوروه اليوم، وهو مركب نتاع مطارس، مركب سياحي ما يسمى بمطارس، المتواجد غرب مدينة تيبازا. وحنا رانا رايحين هنا في الطريق، انا رايحين في الطريق هذاك نشوفوه. وهو يعني المركب هذا من تصميم المهندس العالمي المعروف فيرنون بويون، يعتبر تحفة معمارية. هو في الحقيقة المهندس المعماري لهذا الفرنسي فيرنون بويون، صمم عدة فنادق في الجزائر ومركبات سياحية في جميع مناطق الجزائر، في الشرق والغرب، في الشمال، في الجنوب، يعني حوالي 20 منشأة سياحية. وهنا رانا وصلنا للمركب، رانا دخلنا في المركب هذا، وهذا هو المدخل. بامير واسمه هذا الكومبلكس، المدخل نتاعو يعني كاينه تخلص 20,000 وتدخل يعني 200 دينار وتدخل بالمركب. هو كبير يعني كبير، عنده مساحة كبيرة، عنده عدة فنادق، عنده فيه ثلاث فنادق. العشرين ألف هذه اللي تخلصها هي تخلص على جال الباركينج على السيارة، أما الراجلين ما فيش خلاص. ونشوف المركب هذا يتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو فندق أول، هذا اللي جاي على اليمين. تمريض لازم دواء. جاي هنا لو كان عرفتي تقعد لي في الطوموبيل، والله ما راك جايها معايا. اي نوض. وهذا ابني جا معايا في السياره وقال لك انا ما نهبطش من الطوموبيل، نريح في الطوموبيل. يعني قلت له لو كان ما جيتش خير. هنا نشاهد الفندق الاول، هو تحفة معمارية يعني في بأتمان الكلمة. وهذا الفندق هذا للأسف راه مغلق وينتظر ترميم. ونشاهد هنا من يعني الشكل الهندسي نتاعو شيء رائع يعني. والله كي نشوف يعني مهندس واحد، هذا فيرنون بويون، الخدمة اللي خدمها في الجزائر، وجابوا وصديق بومدين، جابوا بومدين في 67 وقعد هنا حوالي 10 سنوات، دار دي ميراكل يعني، خدمة يعني شي رهيب. وهنا نروح نشوف الفندق الثاني. كاين فندق ثاني جزء آخر.
وهذه الزوج فنادق الاخرى هي مفتوحه، هي قيد يعني مفتوحه للزوار وراهي تشتغل. هذا زوج، كاين زوج فنادق الاخرى. هذا الفندق الثاني هنا، يعني شوف الفندق الثاني دوك ندخلوا نمروا عليه نشوفوه، ندخلوا في هذا الفندق الثاني. رانا داخل الفندق الثاني، هذا فندق هاوليك هوتيل دو لابي واسمو، وانا قالبه نتاع السلام عليكم اللوبي كما يطولوا لي لوبي باهو الاستقبال. ثم نمر هنا للجهه الخلفيه اين يوجد شاطئ، الجهه نتاع الشاطئ نتاع البحر تكون في الجهة الخلفية نتاع الفندق هذا. وإذا قد تم ترميمه مؤخرا، وهنا نشوف الشاطئ. وهنا نشوف الفندق الثاني هذا من برا، هذا الفندق الثاني فندق الهوتيل دو لابي، فندق الخليج. وانا اشوف الـ يعني الـ الشاطئ والبحر، الرمل جيد يعني الرمل رائع. وهذا الفندق من الخلف فندق الخليج، ولهيه يعني نروح نشوف الفندق تاع الاول هذاك اللي شفناه اللي كان مغلق، نشوفه من الجهه الخلفيه. والله شيء نأسف ليه كثير، نتأسف نتأسف. هو رائع رائع يعني هندسة رائعة، لكن مهملة مهملة. ونروح ندير الفنادق 5 نجوم من هنا وهناك، ونجيب شيراتون ونجيب موريتي ونجيب ماريوت وكذا وكذا، ونخلو الفنادق نتاعنا نخليها للضياع. وهذه الفنادق افضل افضل بكثير من الفنادق الجديده هذه اللي تبنات. كان ممكن يعني نطور السياحه الداخليه. شوف هنا يعني شيء عجيب، شيء عجيب يعني اللي بنغالو اللي كاين الداخل شيء عجيب. وهذه الجهه الخلفيه نتاع هذاك الفندق الاول. كان ممكن يعني نطور الهياكل نتاعنا وندير ندير ندير سياحه داخليه. عندنا الناس تقدر تخلص ويعني وتدفع وتستغل هذه الهياكل هذه. شوف يعني شوف 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 شوف. وهذا الحل ديالو كاين حل يعني تقني. نشوف هنا الحائط كيفاش يعني التدهور نتاع لي روفيتمون اكستيريور لي روفيتمون ميرو. فيه عندنا واحد التقنيه تاع لي مونوكوش نتاع لي روفيتمون دو سيمون مونوكوش، راهي تستعمل في الفنادق في وهران حاليا. ممكن نستعملوها باش نرمو هذا الفنادق هذه. C'est un produit, c'est un enduit, monocouche. Tu à la qui sont les enduits de plâtre ou les enduits de ciment. Oui, qu'on a une résistance étanche ou résistante. هنا رانا نشوفوا الفندق الثالث، وهو فندق الإقامة اسمه. هذا فندق الإقامة جاي مشي جاي على الواجهة البحرية. هذا هو فندق الإقامة. والسلام عليكم.